نظم حزب حماة الوطن في محافظة المنيا مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. وخلال المؤتمر تم التأكيد على تأييد الحزب الكامل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك نظرا للإنجازات الكبيرة التي تحققت في عهده. لو اتكلمنا عن انجازاته مش هتكفينا اي كلام، ولا هيكفينا اي سجلات نسجل فيها الانجازات اللي تمت في عهده. ويكفي ان المراه المصريه خدت حقها في عهد فخامه الرئيس. اكبر عدد من مجلس النواب كان في عهد سياده الرئيس. كمان كل الانجازات اللي تمت للمراه كانت في عهد فخامه الرئيس السيسي. بنشرف بانتمائنا لحزب حماه الوطن، وبنشرف بتاييدنا لسياده الرئيس، واحنا كنا اول حزب داعم ليه وطالبناه بالترشح للانتخابات الرئاسية. هو أرصد عائم الأمن الهام جدا للمواطنين المصريين جميعا، وأرسى وعزز قدرات الوطن السياسية والعسكرية، وإنجازات كتير جدا من البنية التحتية بتشهدها مصرنا الحبيبة. ولازم نكمل المسيرة بتأييده ودعمه لفترة رئاسة قادمة. بنقول له نعم للإنجازات اللي الناس كلها لمستها في الفترة الأخيرة، من بنية تحتية ومن رصف طرق ومن مشاريع كبيرة عملاقة زي تطوير الري وزي تبطين الترع. وكان في إنجازات كبيرة طبعا يشهد لها المواطن ويشهد لها القاسي والداني.